اليوم اليوم انا وساندرا عندنا تصوير. ساندرا راح تغني، شوف الخشم، ساندرا راح تغني كوفر مال بيونسي اللي هي اغنيه هيلو هيلو هيلو، اسمها الاغنيه هي هيلو، هي تلفظها غير يعني بس احنا غير. وطالعين نصور كليب صغير ماخذيكم ويانا عم تشوفون الميكينج اوف. ساندرا جاي تضبط النوطه، لقيتي النوطه ولا لا؟ والله بعدنا. دوري دوري زين، دوري زين. اهم شيء الكانون 70 دي، هاي الكاميرا راح تكون اساسيه مالتنا اليوم. للقطات الفنيه والسلو موشن والستابلايزد شوت راح نستخدم الاوزمو دي جي اي، لهاي هديه من الغاليه وحبيبتي مرمر، يعني احلى هديه اجتني بهاي اخر 30 سنه، وانا عمري اقل من 30 سنه. ستاند صغير، ستاند كبير، مايكروفون نمبر 1، مايكروفون نمبر 2، مايكروفون نمبر 3، هذا راح يربط ظني كلهن سوعة ويطلع صوت مرتب، اكسترنال شارجر للتليفون، شاحنات لكل كاميرا، شاحنات زيادة، تليفون، اكسترنال هارد ديسك، ماك بوك برو، واهم شيء العلج. وهذا كله اللي تشوفوه راح يدخل بهاي الجنطة، هدية من رشا حبيبتي فيلارا فلاف ريس لافن فراسلا فيج فجلاف رافن فجلا فرا. المهم ماركة سويدية خرافية، هاي يرحون بيها للجبال، يرحون بيها بالثلج حتى ناقص 30 درجة حرارة، هاي الجنطة ما يصير بيها شيء، فظيعة. نسينا الرفلكتر، الرفلكتر إذا شمس قوية يعكس من الجهة الثانية. جاهزة؟ نعم. يلا اوكي، جاي نضبط هسه الكاميرا، شوفون هسه رابطها على التليفون مالتي، من اتحرك كل شيء يطلع لي على التليفون. وهالكاميرا الحلو بيها هسه اذا اضغط عليها باعو ما تتحرك، تبقى واقفه ثابته باعو. بروفات سريعه. اوكي، اخترت هذا المكان هنا لانه هو مكان كلش اوربن وكلش شبابي، باركينج مهجور. حبيت اول شيء اللون الجراي اللي هو اللون الرصاصي الطامغ، يعني كلش حلو، يا شويه صفار والدنك ذني، هسه تشوفون راح يطلع كلش حلو. جاهزه الاول سين؟ جاهزه. ما راح نقول لكم الفكره مال الكليب شنو، بس راح نقول لكم انه الكليب بي كرسي. شوف الحركات، كاميرا نمبر 1 مالتنا، هذا بس راح نلتقط به الصوت، وجزء بعدين راح نسجل تسجيل استوديو على ما تطلع الصوره احلى، وراح استعمل هاي الكاميرا الثانيه على مود اللقطات الفنيه. جاهزه؟ جاهزه. يلا. لحظه 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 شعراية. خلصنا. يس. الاجهزه كلها بالصندوق، وراح نسد الصندوق. ساندرا اكو ديتول. We did it. طبعا صعوبة بالتصوير مال اليوم هو انه الفكرة اجتنا هيك على غفلة ورا الغداء، والشمس بدبي تغيب بسرعة بسرعة بسرعة، فكان عندنا نص ساعة انه نصور، بس الحمد لله سويناها. ما اعرف شلون الادت راح يطلع، بس اعتقد يعني راح يطلع فشي قنفشائي قنفشائي قنفشائي. طبعا كل ما انزل فلوج وي ساندرا الكل يسالوننا انتم شنو ابراجكم يا مواليد وانتم من وين؟ ليش 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 هواي منكم يسالون كل ما يسمعون صوت ساندرا على الانستغرام او على اليوتيوب شانل مالتها انه ليش ما تدخلوها ذا فويس. جواب هو كالاتي، ذا فويس برنامج ناجح، برنامج جميل، المدرسين والمعلمين والفنانين اللي بيه عمالقة بالفن العربي، بس المشكلة انه هذا البرنامج مو برنامج مال غناء اجنبي، وساندرا تغني امريكي اكثر شيء انجليزي يعني، فليش راح تشارك هي بهذا البرنامج وخطيه يعني اكيد 100% ما راح توصل للمراحل اللي هي تتمناها، لان اصلا الجمهور كله يسمع عربي، فيعني
بالضبط حكم مباراه مالطوبر يذبح كاس العالم. هو شو يربح كاس؟ لا هو مو فريق. خلينا نعصب هسه. اعصابك حبيبي. اشكرك اشكرك. بس احساس العربي طبعا غير. يعني انا مثلا عدي الاحساس العربي هاي هاي. انت سجلت تحس من نسوي هاي دا احس بالعومي مجيم. اي يحتاج لهذا اللي يشيلون بيه الكالك. اي دا تحسين. بس هاي البحه مرغوبه. هاي البحه مرغوبه بالجلسات. اي يا لا لا تعذبيني. هاي البحه مو اي واحد يقدر تصير عنده. بس هاي احلى احساس سمعتها بحياتي. اي لا انا يعني وانا ما ارد احكي. انا احساسي ما ارد احكي. احساسي عالي بس عيب واحد يقولها. بس قلتها بعد. All these days and all these nights thinking about you my friend. خلصنا يا خلصنا. لا بعد شنو؟ بعد تسجيل. تسجيل. ايه. يلا شيل الكرسي. يلا لا لا خلينا نتبادل. ما يصير حقوق المرأة هسه. ايش يقولون؟ يمكن كسر بابي. الجدار الاول. انا ما عندي خبره بالتصوير او بالصوت بس هاي الخبره كسبتها عن طريق اليوتيوب والاشياء اللي اشوفها الكليبات. وانا اعرف انه الصوت لازم نحط له جدار على مود ما يطلع صدى بالصوت، على مود الصوت يطلع نقي وحلو. فشنو بدنا نحط؟ منادر. تساعدني؟ لا صدق محتاجه مساعده بس. والاستوديو جهز. يعني مو روتانا روتانا بس جايين بالطريق ان شاء الله. فاينل سيكونس اند اكشن. ضروري انه الفنان يسمع نفسه على اللابتوب قبل ما يسجل التسجيل الاخير. يس. هسه من يصفط الغرفه؟ ساندرا المطربه. وي حبايب دخلنا كل شيء بهذا اللابتوب ودنا نشتغل هسه على الايديتنج مال الكليب. راح يطلع خنفو باشي. خنفو باشي. زين حبايب. وقررنا انه ما ننزله بالفلوج هذا. راح هسه بنفس الوقت هسه نزل هذا الفيديو على اليوتيوب شانل مال ساندرا. فروحوا دعموها. دعموها بمحبتكم مو دعموها بتريلر. زين وسووا لها لايكات سووا لها سبسكرايب وشوفوا الفيديو وطونا رايكم بيه. وشكرا للمتابعه. وسووا سبسكرايب لصفحتي ولا تقصرون باللايكات. يعني جارية جارية. لا تهملون ايديكم هيك جاريده هيك هيك باللايكات. حبايب يلا هاي بوسه مني وسندوره لكم.